منذ قرون توجد بين البشر والدلافين ألفة خاصة، ورغم سنوات الدراسة والبحث لم يستطع أحد معرفة السبب. هل يمكن أننا مرتبطون معها بطريقة مجهولة ولن تعرف أبدا؟ ما هي الجاذبية الغريبة التي تجعل الدلافين تندفع تجاه السفن ومراوح مراكب البشر معرضة نفسها لخطر كبير جدا؟ لماذا يقوم دولفين آمن في بيئته بإزعاج نفسه لإنقاذ سباح من الغرق؟ وكيف يعرف الدولفين أصلا أن هذا الشخص يواجه مشكلة؟ أتوجد صلة تخاطرية بين عقول الدلافين والبشر؟ هل يمكن أن الباحثين وجدوا أخيرا مفتاح لغز لغة الدلافين؟ هل يمكننا التواصل بعد طول انتظار مع هذه المخلوقات الرائعة المميزة؟ تروى قصص لا تحصى عن قدرة الدلافين العجيبة على تمييز ضعف الإنسان وتلهفها للإسراع لمساعدته. هل يمكن أننا بعد مئات السنين على وشك اكتشاف أسرارها؟ هل استغلت أسلحة البحرية في العالم الدلافين لأهداف تدميرية؟ أم أن كل هذه القصص مغالاة من هوليوود؟ أيمكن أن الدلافين من خلال أحدث الأبحاث أظهرت قدرة واضحة لشفاء أمراض معينة عند الكبار والصغار على حد سواء بمجرد حضورها؟ يبدو حقا أن هناك رابطة سرية بين الدلافين والبشر، ويظن البعض أنها مسألة ذكاء، لكن ذكاء من؟ ذكاؤنا أم ذكاؤها؟ هل الدلافين أذكى من البشر؟ في هذه الحلقة سوف نأخذكم في رحلة في المياه المجهولة. قضايا غامضة يتعذر تفسيرها، لغز يتحدى المنطق، إجابات مفاجئة وغير متوقعة. مواجهة غموض كهذا مباشرة قد تغير حياتك إلى الأبد، وجها لوجه مع أعظم أحاج العصور. أكثر أسرار العالم استعصاء على الفهم تمتد وتؤثر على حياتك بطرق لم تتخيل أنها ممكنة. وقائع غامضة. وقائع غامضة. لطالما شكلت الدلافين مصدر افتتان للبشر، هذه حقيقة لم يغفل عنها حتى الرواة القدماء. قبل آلاف السنين تيلاماكس ابن يوليسيس، كما رويت القصة، سقط في البحر وأوشك على الغرق، لكن دولفينا مر به وحمله إلى الشاطئ. شعر يوليسيس بالامتنان لدرجة أنه جعل قتل الدلافين جريمة كبرى. العالم الروماني بلينيوس كتب عن صداقة قوية بين دولفين وصبي، لدرجة أن الدولفين أوصل الصبي إلى المدرسة يوميا. حتى الآن تروى قصص مشابهة من قبل بحارة وسباحين مذهولين وعلماء، لكن ما الذي يصنع الرابطة؟ هل هناك وسيلة لتفسير هذه الألفة العجيبة التي تملكها الدلافين والبشر تجاه بعضهما؟ عبر الحضارات والتاريخ كان البشر دوما منجذبين إلى الدلافين. لا نملك أي تفسير علمي لهذا السبب، لكن لدينا نظريات عديدة. الدلافين حيوانات حساسة، وتترجم هذه الحساسية للبشر على شكل حب غير مشروط. إذن ليس انجذاب البشر لها لغزا، وربما يكون مجرد حسد. تمثل الدلافين عدة أشياء من التي يتوق لها البشر كالحرية والبهجة والسعادة. لطالما وصفت الدلافين بأنها حيوانات ذكية جدا، لكن الأبحاث بدأت مؤخرا تكشف المدى الحقيقي لذكائها. في الأيام الأولى في ميامي سيكواريوم عندما كنت في بداياتي، كانت القمامة تصل دائما إلى الحوض الرئيسي حيث تتواجد الدلافين. يسقط الناس نظاراتهم الشمسية وأغلفة الحلوى وأمشاطا وما شابه. هذا خطر على الدلافين، فهي تبتلع هذه الأشياء وتسبب موتها. لذا دربنا بعض الدلافين على جمع هذه الأشياء مقابل مكافأة. ذات يوم كنت أعلم أنه لا يوجد شيء في الحوض، لأنني أشترك في العرض كغواص وأتجول بينها بخوذتي وأعطيها السمك. مع ذلك كان الدولفين كلاون يحضر النظارات الشمسية والأمشاط والأغلفة وغيرها.
جعلت أحد مساعدي يطعمها ووضعت خوذتي وغصت في قاع الحوض وراقبتها. كانت تخبئ هذه الأشياء تحت صخرة وتتناول نظارات والأمشاط وأشياء تضعها هناك وتحضرها إلى المدرب للحصول على المكافأة. هذا يظهر أن للدولفين إحساسا بالمستقبل وشعورا بالمديح المحتمل. يدرب المدرب الدولفين بإعطائه سمكة عندما يقوم بتصرف خلاق. مثل ذلك الذكاء في غير البشر غير موجود واقعيا سوى عند الدلافين. سيبدأ الباحثون المحاولة لإنشاء نوع من الاتصال مع هذه الثدييات الرائعة. احتمالية التحادث بين البشر والدلافين بقيت محصورة في قصص الخيال العلمي حتى عام 1964، عندما قام ثلاثة رجال هم الدكتور وين باتو والدكتور باتريك فلانيغان والدكتور ستيف موجير بتطوير مترجم رائع بين البشر والدلافين. تم تطبيق عملهم مع الدلافين بعقد مع البحرية وتحت إشرافها. البحث في المحادثة المتبادلة بين البشر والدلافين حقق نجاحا. وين باتو وأنا عملنا بمرفق في هاواي يسمى جزيرة كوكونات، والتي كانت تملكها جامعة هاواي. كنا نعمل بعقد مع إدارة البحرية الأمريكية لشؤون الحرب تحت البحار. كان لدينا دولفينان موي وبوكا في بحيرة ضحلة قريبة من جامعة هاواي. هدفنا إنشاء اتصال لفظي مع هذين الدولفينين. طورنا مترجم الإنسان للدولفين الذي يتكلم فيه الشخص بجهاز ميكروفون محول للطاقة. كان هذا الجهاز يترجم الحديث إلى لغة التصفير، الصوت الذي تستخدمه الدلافين عادة. مترجم لغة الدلافين إلى لغة الإنسان أدى وظيفة معاكسة، استقبل تصفيرات الدولفين وحولها إلى لغة الإنسان. مثلا تصفيرة معينة للدولفين أصبحت تعني مرحبا للإنسان. المفتاح لسد الفجوة في تواصل البشر والدلافين هو تحويل لغة الإنسان المعقدة إلى تصفير الدلافين. تقنياتنا حاليا بعيدة جدا عن أبحاث أخرى للتواصل مع الدلافين. طورنا لغة مشتركة تتكون من 35 كلمة بيننا وبين الدلافين، وتنبأنا بحذر بأننا سنعرف 500 كلمة خلال 10 سنوات. ما أدهشنا تمكن الدلافين من ابتكار جملة بسيطة باستخدام الكلمات التي قامت بتعلمها. بدا النجاح مؤكدا. في تقريره النهائي للبحرية قال باتو: الملاحظة والمناقشة تشيران إلى أن قاعدة تطوير لغة مشتركة بين البشر والدلافين قد تم تأسيسها. سيتجه العمل المتواصل لزيادة المفردات، لكن عمل باتو لم يكتمل. في 26 من أكتوبر عام 1967 غرق وين باتو بغموض أثناء سباحته الصباحية في المحيط. هل يمكن أنها كانت مجرد حادثة مؤسفة؟ بعض المراقبين يشكون في ذلك. كان موت باتو مثيرا للشكوك، حدث بعد تصريحه لثلاث وسائل إعلام بمدى نجاح أبحاثه على الدلافين. مجرد الإعلان عن نتائج أبحاث يمولها العامة لا يبدو كدافع للقتل، لكن المحققين كشفوا خبير دلافين آخر أوحى تورطه أو عدمه بأن ذلك حقا سبب كاف جدا. دكتور جون ليلي كان من أول باحثي التواصل مع الدلافين. كان أول من عرضت عليه البحرية مشروع الاتصال فرفضه بسبب العقد الذي بدا احتواؤه على فقرة تهدد الحياة. كان الإعلان عن النجاح سيتسبب بمشكلة. كان باتو سباحا ماهرا بحالة صحية ممتازة، لكن وفقا لشهادة الوفاة وتقرير التشريح كان سبب الوفاة الاختناق نتيجة الغرق. طريقة الوفاة إما الانتحار أو القتل أو حادثة. كان مسجلا بأنه غير معروف ما الذي دعا إلى السرية القاتلة في هذا المشروع. كانت الحرب الباردة في أوجها في تلك الفترة. ترى هل يمكن أن شيئا ما كان يحدث لم يعرف عنه باتو ومساعدوه؟
مايكل جرينوود البادئ في مشروع البحرية للدلافين أخبرني قبل اختفائه أن متعهدا لدى البحرية عرض عليه كيفية إغراق الدلافين للناس في موقع اختفائه وينباتو. أيمكن أن موت باتو كان تدريبا خرج عن السيطرة؟ باتريك فلانيغان شريك باتو في البحث كان معه قبل وفاته ببضعة أيام فقط، وله نظرة مختلفة تجاه الأمر. عاش باتو في بيتي في الأشهر الأخيرة من حياته، ومات بعد عودته من هاواي بوقت قصير. تلقى علاجا نفسيا وكان منزعجا جدا. أخبرني بأنه يريد الذهاب إلى البيت فقط. شعر فلانيغان بالرضا لعدم وجود شكوك في وفاة شريكه، لكن ما حدث بعدها كان محيرا أيضا، جعلت البحرية المشروع بأكمله سريا. فكرة المشروع كانت أصلا لوين، لكنني وسيف طبقنا التقنية وقلنا للبحرية يمكننا إكمال المشروع، لكن البحرية اعتقدت بأنه لا يمكننا ذلك لصغر سننا. يحتمل أن البحرية استطاعت إيجاد باحث أكبر سنا وخبرة للإشراف على فلانيغان وموجر، لكن ربما يكون هناك تفسير آخر للإلغاء. أيمكن أنه بعد كشف باتو للمشروع أرادت البحرية من الجميع أن يظنوا أن البحث قد تم إيقافه؟ أظن أن العمل استمر، لأن بيتر ماركي الذي عمل مع باتو وعين المحقق الأساسي في موت باتو نشر تقريرا نهائيا عام 1969. تقرير ماركي النهائي مفقود بشكل مثير للشك من المخططات المصنفة وغير المصنفة لمركز تحت البحار الملاحي، لكنه كان موجودا أو لا زال موجودا. يمكننا التيقن من هذا بسبب كتاب كتبه جاي بونيه بعنوان لغة التصفير، وهو مرجع لتقرير عام 1969. ماذا فعلت البحرية ببحث باتو بعد موته؟ وماذا عن الشائعات الغامضة بشأن برنامج تدريب الدلافين الذي صمم لتعليم الحيوانات إغراق السباحين؟ هل نظمت البحرية حملة المعلومات المضللة عن أعمال باتو بينما استمرت في متابعته سرا؟ التحريات العلمية عن الاتصالات بين الدلفين والإنسان أخفيت بشكل متعمد؟ هل الدلافين قادرة حقا على التحدث معنا نحن البشر؟ أم أن هناك شيئا ينذر بسوء عن برنامج الدلافين البحري بالإضافة لتهديد النماذج غير المفصح عنها؟ غرق غامض وأثر لمعلومات علمية مضللة. هل دربت البحرية الدلافين لتفجير سفن وغواصات معادية ولقتل غواصي الأعداء؟ وقائع غامضة. من وجهة نظر اجتماعية وعلمية فإن لغز الدلافين استثنائي حقا، لكن السؤال المهم يبقى دون إجابة: أيمكن أن نعتبرها بنفس ذكائنا أم أنها أذكى من البشر؟ تحاول البحرية الأمريكية الإجابة على هذا السؤال منذ 40 عاما. الدكتور جون هول حامل الدكتوراه في الأحياء البحرية حصل على وظيفته الأولى كعالم أبحاث في برامج دلافين الحرب في مرفقين للأبحاث البحرية. تم تعييني كعالم مدني في البحرية عام 67. اطلعت على عمل شفرة التصفير التي كان يطبقها وين باتو وباحثوه في هاواي في ذلك العام. أعجبت بقدرة المشروع إذ كانت ناجحة على التواصل مع الدلافين تحت الماء بأبعاد كبيرة. كان لهذا العمل تطبيقات عسكرية وكذلك مدنية. لقد فوجئت بخبر موت الدكتور باتو، خصوصا أنه غرق في المياه الضحلة أمام بيته على الشاطئ. بعد موت الدكتور باتو ببضعة أشهر اختفت جميع مراجع مشروعه. بدا الأمر وكأن المشروع نفسه قد تبخر. إذا كانت البحرية قد جعلت بحث الدلافين سريا لأن الدلافين تستطيع التحدث معنا، فسيلحق ضرر كبير بالفلاسفة وأهل العلم الذين يريدون التحدث مع عقل بحجم عقل الإنسان أو أكبر. إنها حملة تضليل واعتداء على العلم. بدأ برنامج مشاة البحرية الأمريكية الخاص بالثدييات عام 1959 في المركز الذي يدعى الآن بالمركز البحري الأمريكي للحروب تحت البحر في كاليفورنيا، لكن التحدث مع الدلافين لم يكن جزءا من البرنامج.
جزء من برنامج مشاة البحرية الخاص بالثدييات تطوير برنامج فرعي لاستغلال الدلافين لتحديد مواقع الأجسام تحت الماء. عرفت البحرية أن الدلافين تصدر أصواتا عدة في الماء، واهتمت بتحديد ما إذا كانت هذه الأصوات جزءا من نظام موجات صوتية أحيائية. عرفنا أن أصوات النقر التي تصدرها الدلافين استخدمت غالبا عند إيجاد أجسام تحت الماء كالأسماك حتى في الظلام. يسمى ذلك تحديد الموقع بالصدى. تصدر الدلافين نقرات تحديد الموقع الصوتي من مقدمتها. تخترق هذه الأصوات البيئة البحرية وتعود للدلافين كأصداء مرتدة من الأجسام تحت الماء. قدرة الدلافين على تحديد الموقع بالصدى كبيرة، وتمكنها من إيجاد رصاصة صغيرة عند سقوطها في حوض على بعد 70 مترا. لكن هل كانت لدى البحرية مهمة أخرى؟ كجزء من برنامج البحرية الخاص بالثدييات طورنا نظاما للبحث عن السباحين تحت الماء. كان النظام فعالا جدا في الليل لمنع سباحي العدو من الاقتراب من السفن. كان مقررا لبرنامج تدريب البحرية الخضوع للاختبار في عام 89، عندما قررت البحرية نقل 16 دولفينا من ذوات الأنوف قارورية الشكل تعيش في مياه خليج المكسيك الدافئة إلى مياه بيوجيت ساوند الباردة لحراسة قاعدة غواصة نووية. كان هذا هو أول تجنيد للدلافين في أمريكا، لكن الخطة لم تنفذ. عام 89 قادت جماعة بوز البحرية لمنع تجنيدهم للدلافين كحراس تحت الماء في قاعدة الغواصة في بيوجيت ساوند بموجب قانونين فيدراليين يتعلقان بالسياسة البيئية الوطنية وحماية الثدييات الوطنية. عرفت البحرية أن الدولفين نيلو الذي أحضر إلى القاعدة مات بعد فقدانه 21 باوندا خلال 11 يوما بسبب البيئة العدوانية للبحرية التي لم تكن مناسبة أبدا للدلافين. بوز مجموعة معروفة لناشطي حقوق الحيوان استطاعت إقناع القاضي الفيدرالي جون كافانر بأن البحرية لم تقم بالتقييم البيئي المسبق والذي يفرضه القانون. حصلت البحرية على تسوية حتى لا تخسر القضية، لكن مناقشة ما هو الأهم بالنسبة للمصلحة الوطنية، الدلافين أم الغواصات الثلاثية، كانت بداية القصة. أثناء جلسات وتسويات عام 1990 أنكرت البحرية بشدة أنها دربت الدلافين على القتل. هل يمكن أن محامي البحرية نسوا أمر فيتنام بشكل كامل؟ أثناء حرب فيتنام نقلت البحرية 5 دلافين إلى قاعدتنا في خليج كاميرون، وهناك قامت الدلافين بالمراقبة تحت الماء لحماية مراكبنا البحرية من اختراق العدو للقاعدة. سمي ذلك ببرنامج تصفية السباحين، وأشارت البحرية إلى الدلافين على أنها وحدة الأسلحة الحيوية. أكان ذلك محتملا؟ هل صنفت البحرية الدلافين كأسلحة حيوية متطورة؟ مايكل غرينوود عالم النفس الفسيولوجي السابق في البحرية أبلغ هيئة سينا تورات سرية في واشنطن بأن البحرية الأمريكية دربت الدلافين على مهاجمة السباحين. يوضع مخروط حول أنف الدولفين مجهز بحقنة ضخمة تحت جلدية متصلة ب4 إلى 6 أسطوانات ثاني أكسيد الكربون المضغوط. يقوم الدولفين بعدها بوخز السباح الهدف، عندئذ ينفجر السباح الهدف. كنت ضمن الفريق في بوينت ماغو عام 68 الذي أصدر دراسة الجدوى الأولية لبرنامج السباح، وتابعته بالأبحاث والتطوير والاختبار والتقييم النهائي للدلافين في خليج كاميرون وذلك في فيتنام. كان هدف البحرية الرئيسي من برنامجها الخاص بالثدييات إيجاد طريقة تمكن الدلافين والفقمات وأسود البحر من مساعدة البحرية على تحقيق مهامها البحرية. حتى انتهاء الحرب الباردة أنفقت البحرية أموالا طائلة على أنظمة الدلافين المصممة لإيجاد الأجسام تحت الماء، بما في ذلك السباحون والأسلحة المفقودة وأشياء أخرى قيمة للبحرية. وفقا لمعرفتي لم تستخدم اسطوانات ثاني أكسيد الكربون بواسطة الدلافين لحقن سباحي العدو بها. سباحو العدو في فيتنام كانوا غالبا مجندين من فيتنام الشمالية،
تلقوا تدريبات كثيرة، وكان يعتقد بأن لديهم معلومات تهم البحرية، لذا بذلت جهود كبيرة لإبقائهم أحياء. غرزت الدلافين وعاء للأنف به سهم من الفولاذ المضاد للصدى في مؤخرة السباحين. يبدو ذلك سهلا إذا كانت الدلافين بالذكاء الذي نظنه، لكن ما نوع التمرين اللازم لإقناع الدلفين بغرز حقنة في مؤخرة سباح؟ هل يمكن تدريب هذه المخلوقات اللطيفة على القتل؟ عملت مدرب دلافين ببرنامج البحرية الأمريكية للدلافين بين عامي 85 و89 و900 و1000، ولإساءة معاملتي اضطررت إلى لفت الانتباه للبرنامج سرا بسبب توقيعي على معاهدة الخيانة والتجسس التي لا تسمح بإفشاء ما يحدث داخل البرنامج الحكومي، ولا داعي للقول أنه طلب مني ترك البرنامج. كانت هذه المخلوقات المسالمة تدرب على قتل الغواصين. كان يوضع مخروط على الأنف يحتوي على قذيفة تصطدم بالغواص وهي تقذف 45 رصاصة. التدريب الأولي كان تعليم الدلفين الاصطدام بتمثال بشكل غواص وصنع ليشبه سباحي العدو. تتمتع الدلافين بعدسة خاصة في عيونها تسمح لها بالرؤية تحت الماء وفوقه، لكن كيف يمكن للدلافين أن تميز بين غواص عدو أو صديق؟ حتى لو كانت الدلافين ذكية لدرجة قدرتها على مهاجمة السباحين، فهل علمها البشر أن تقوم بذلك؟ بعد 7 ليال من التجارب في عام 87 لتجهيز الدلافين للخليج العربي، كان على الدلافين المجيء لإيجادنا بصفتنا سباحي العدو، لكنها كانت تسارع للعب مع الدلافين المحلية في خليج سان دييغو وتهرب خائفة إلى حوضها الأصلي. المرة الوحيدة التي اقتربنا فيها من النجاح عندما اقتربت الدلفينة تود مني واضعة المخروط المسلح على أنفها، وبدلا من إصابتي ألقت السلاح ووضعت ذقنها على كتفي، ونظرت إليها قائلا يفترض أن تكوني قاتلة. في الصباح التالي قلت للمدير البرنامج ليس ناجحا أليس كذلك؟ فقال نعرف ذلك، إنه مجرد عائق. العميد البحري يوجين كارول أول مجند في البحرية خدم كمدير لعمليات البحرية الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو يعارض إنكار مسؤولي البحرية لبرنامج خاص بتصفية السباحين. مؤكد أن البحرية تدربت الدلافين في برنامج تصفية السباحين، كان الهدف إيجاد محيط آمن ومنع دخول أفراد العدو لتخريب مرافقنا. نجحنا في فيتنام، وهذا النجاح جعلنا نستخدم الدلافين لنفس الهدف فيما بعد في الخليج العربي. برنامج البحرية الخاص بالثدييات كان سرياً، وخصوصا الجزء الذي له تطبيقات عسكرية. معظم أبحاث البحرية كان يعلق عنها إما في الصحف العلمية أو في الأدبية. البحرية الأمريكية لم تكن الوحيدة التي قدرت ذكاء الدلافين. يبدو أن البحرية السوفيتية السابقة كان لديها برنامجها الخاص، وفي بعض النواحي تجاوزت جهودها جهود أمريكا. في عام 1998 أعلن دليل على برنامج تصفية السباحين في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث أسقطت الدلافين بالمظلات في مياه العدو الحساسة. وفقا لسرية المهمة التي تنفذ في حالة إيجاد غواص عدو، يقوم الدلفين بحقن الغواص بغاز ثاني أكسيد الكربون، وهو بالتالي يسبب انفجار الغواص. بعض الناس يشكون في تجنيد الدلافين بهذه الطريقة، لكن لا يوافق جميع الخبراء على أن المشروع جدير بالاهتمام. هل يمكن لحيوان سهل الانقياد بطبيعته ولطيف بالفطرة أن يدرب على التدمير؟ كل دلفين فعل ذلك مرة واحدة فقط، حالما يرى رد فعل السباح في الماء والدماء والألم لا أظن أنه سيعيد الكرة. كانت عملية واحدة لكل دلفين. سيكون العالم بكل تأكيد مكانا أكثر أمانا لو رفض البشر الذهاب إلى الحرب بعد رؤية الدمار. ربما تكون الدلافين أذكى منا بكثير.